الفريق استعدادا للموسم الجديد. زي ما احنا عارفين الفريق الموسم اللي فات حقق بطولتين، هما بطولة دوري المرتبط وبطولة كاس مصر، ويمكن بطولة السوبر الوحيدة اللي ما قدرش يفوز بيها النادي الأهلي. فطبعا أكيد نتمنى لهم كل التوفيق في فترة الإعداد المقبلة، وإن هما إن شاء الله يقدموا موسم أكثر من رائع خلال المرحلة المقبلة، من خلال طبعا الكابتن طارق خيري وهو اللي بيقود فريق النادي الأهلي ومدير الفني بالنسبة لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي. عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر، معانا على التليفون دلوقتي طبعا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي. يا كابتن طارق، مساء الفل على حضرتك. مساء الخيرات، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ بخير. وحضرتك طيب، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام بفضل الله والله الحمد. طبعا عايزين نطمن يا كابتن طارق عن استعدادات طبعا رجال كره السله الموسم الجديد واللي هتبتدي ان شاء الله مع مطلع الشهر المقبل. عايزين نعرف كده ابرز الاستعدادات هتكون شكلها عامل ازاي. لا احنا لحد دلوقتي احنا لسه في راحه سلبيه، لان احنا انت عارف الدوري بتاعنا دوري طويل شويه كلها دورات مجمعه واحمال عاليه. احنا في فتره الراحه، من الاسبوع الجاي في ناس بتشتغل مع مدرب الاحمال كده، بتعمل زي قياسات في الجيم عشان نعمل برنامج من 1/7 ان شاء الله. هنعمل لكل واحد برنامج هنشتغل عليه الفتره اللي جايه. تمام. كل لعيب برنامج خاص بيه؟ اكيد، احنا كل واحد قياساته مختلفه عن الثاني طبعا. مثلا لو 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 بتشيل وزن معين انت بتحط تاخد منه نسبه بنبني نشتغل عليها الفتره، بيبقى كل واحد معاه ورقته يعني طبعا بنشتغل من خلالها. ده من 1/7 ان شاء الله هنبدا الدوري بتاعنا تقريبا نص 10. فبقى عندنا 3 شهور ونص كافيه يعني ان انت تعد فيها السبب بشكل كويس. الميعاد الرسمي لبدايه الدوري لسه ما وصلش لحضراتكم يا كابتن؟ لسه، بس تقريبا في بطوله عربيه 2/10 بعد البطوله العربيه اكيد يعني. مش هيبقى قبل فده تقريبا بالنقاش يعني مع اتحاد السله ودي يعني، بس لسه ما اتبعتش رسمي. تمام. طيب عايزين نطمن على الصفقات الجديده وابرز التدعيمات اللي حضرتك قدرت تدعم بيها الفريق خلال الموسم الجديد يا كابتن طارق. دايما الكلام كتير قوي على موضوع الصفقات الكتيره. انا بس عايز عشان بس ما نبقاش نخسر حق الناس اللي موجوده. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين في ال3 سنين اللي فاتوا دول الولاد خدوا اول سنه دبل سوبر، ثاني سنه خدنا افريقيا ومرتبط وفاينل كاس، ثالث سنه اللي هي السنه اللي فاتت دي واخدين بطولتين من الثلاثه. فاحنا اللي موجودين قبل التدعيمات الحمد لله رب العالمين، نقول بالنسبه للمواسم اللي قبل كده او بالنسبه لتاريخنا احنا في الناس محققه بشكل طيب. احنا بنعمل بنبقى طمعانين، عايزين طبعا كل حاجه وخصوصا دوري السوبر. اللي جم انا دايما بختار اللي انا محتاجه يعني. انا لما مجلس اداره الجديد انتخب دايما الكلام على صفقات سوبر، على صفقات جديده، على انا كلمه سوبر يعني انا عندي الحمد لله لعيبه كويسه. السوبر دي يعني كلمه كبيره قوي. انا احنا بنجيب اللعيب المميز في البوزيشن بتاعه واحتياجنا اللي جم بفضل الله. انا شايف ان هم اضافه للفرقه في البوزيشن. يعني مثلا رامي جنيدي لعيب منتخب مصر حتى الان، هو في منتخب مصر الاول رقم واحد، مع مودي الجرح لعيب منتخب مصر وشايل النادي الاهلي، مع كريم داشيان اللي هو بنستخدمه جوكر بيلعب 1-2، فبقى عندي اضافه في حاله اصابه زي ما حصل السنه اللي فاتت. مودي الجرح مثلا الاقيلس عنده دايما في مشكله مع الاجهاد وبتاع، مش قادرين نعمل له عمليه لان التلاحم ورا بعض. عندي كمان رامي اضافه في البوزيشن ده في وجود اصابه مودي، مع ما فيش اصابه بقى عندي 2 بالمقرب سؤال، ومعاهم كريم داشيان ان انا بيلعب 1-2. حاتم البحيري نفس الموضوع، نقدر نستخدمه بوزيشن 1 طويل، لعيب دولي، لعيب كان معانا احنا في كاس العالم 2015 كويس قوي، يقدر يلعب 1-2-3 بقى كمان، بيلعب جوكر في 3 اماكن. برضه لو عندي اصابه في البوزيشن 2-3 يقدر يلعب فيه، عندي اصابه في بوزيشن 1 اقدر اضيفه في القصه دي. مشعل بوزيشن 3 صريح، لعيب بيلعب يعني هو السنه اللي فاتت واللي قبلها ماشي بشكل كويس قوي، سكورر في الفريق اللي دايما بيلعب فيه، وانا كنت محتاج حد بيلعب بدون سيستم يعني. مشعل نوعا ما بيلعب فيه جزء منه فردي بس ايجابي. فانا محتاج برضو يعني مش لازم يبقى كله سيستم، انت محتاج حد يخرج بره السيستم شويه يبقى عنده حلول، ودي ميزه في مشعل. وبرغوثا بيج مان قوي يعني بيقدر يفايت ويتخانق في ماتشات، محتاج اللعيبه اللي من النوعيه دي
ان يقدر يبقى في بوش وفي ضرب وفي هو دي من مميزاته. فاحنا برضو جايبين حد مكملنا في القصه دي زائد المحترف طبعا مع اللي كان موجود قبل كده. فانا دول مع الموجودين انا شايف الحمد لله رب العالمين اضافه قويه لل وبالاضافه لقطاع الناشئين برضو يا كابتن. ودي الحمد لله رب العالمين احنا من ساعه ما مسكنا انا كل سنه بصعد 7 8 بالظبط بالظبط على مدار السنه لحد ما بيفضل معايا لنهايه الموسم 2 3 مكملين ودي خبرات الاولاد لحد ما يخلصوا مرحله الناشئين تقريبا بيلعب ماتشات درجه اولى مش قليله تقدر تقيمه بقى طبعا هيقدر يشيل النادي الاهلي في المستقبل ولا مش هيقدر عشان ما نظلموش يعني. طيب كابتن طارق عايز اسالك عن تجديد الدوافع بالنسبه لكم، انتوا السنه اللي فاتت حققتوا دوري المرتبط وكاس مصر، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع عند اللاعبين بالاضافه للصفقات الجديده بالاضافه لقطاع الناشئين او نتاج قطاع الناشئين اللي بيكون معاكم وبيدعم الفريق الاول رجال كره السله بالنادي الاهلي، الدوافع بالنسبه لكم بتجددوها ازاي يا كابتن طارق؟ والله احنا في النادي الاهلي الدوافع مش محتاجه تتجدد، احنا النادي الاهلي ما بيقولش غير نمره واحد، لازم اكسب يا لازم احقق غير كده انت بتتحاسب. فكل اللي جاي النادي الاهلي عارف دي وعارف قيمه الجماهير وقيمه انك لما بتكسب بيشيلوك ازاي فوق راسهم ولما بتبقى مش بتخسر انت لما بتعمل جيم وحش الناس بتعاتبك ازاي وبتعنفك ازاي. فالناس عارفه دي احنا غصب عننا لازم نعمل ميتنج احنا عندنا ايه الموسم دوت البلان شكله عامل ازاي احنا مطلوب مننا نعمل فيه ايه زائد اللائحه الداخليه اللي احنا بنعملها. احنا بنعمل لائحه داخليه بين الفرقه وبيننا بمحاسبه اللعيب جوه التمرين بيأدي ازاي اثناء المباريات الوديه او الرسميه بيأدي ازاي ممكن يتخصم منه مبالغ ماليه حتى وانت كسبان. انت دايما بتدي بوش ان انت محطوط تحت ضغط خصومات ضغط لائحه النادي كده كده لما ما بتكسبش بيبقى في خصم من ليك نسبه من عقدك بتتخصم في اكتر من حاجه دايما. فاحنا الموضوع الحمد لله رب العالمين يعني ما بناخدش فيها وقت طويل خصوصا مجلس الاداره السنه دي كمان واحنا بندعم وهنجيب محترف الكلام كله من 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 اول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع الاستاذ عمرو فاروق كل الناس اللي دايما بتتكلم السوبر السنه دي عايزين ناخد الثلاثه يعني دايما حتى يعني هم حاطيننا تحت الضغط دوت ان انت لازم السنه دي تحقق طبعا التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله مع الباسكت كمان بصفه خاصه بالظبط دايما بيبقوا مهتمين شويه انت عارف احنا نفسنا يبقى عندنا تاريخ الباسكت في النادي زي بقيه الالعاب الجماعيه تمام فدايما في اهتمام بزياده ان انت محملينك مسؤوليه كبيره يعني تمام اكيد يا كابتن طارق. كابتن طارق خيري بشكرك شكرا جزيلا طبعا مدير الفني الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي ونتمنى طبعا لفريق كره السله كل التوفيق.